وكالعادة دايما بنبدأ مع حضراتكم صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح طبعا، ومن أهمها قيام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية. توقف سيادة الرئيس للحديث مع المواطنين والأسر اللي تصادف وجودهم أثناء مرور سيادته وهنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كمان استفسر عن أحوالهم المعيشية. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية. وقد حرص سيادته على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مرور سيادته، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية واستمع لمطالبهم. فرن ولا محل؟ فرن. محل بيبيع عيش حر ولا عيش؟ ده حضرتك الحر بيتكلف كام؟ الحر احنا بنبيعه بنص جنيه، والعادي بنبيعه بشيل. لا ابو شيل ده خلاص، ده بتاع لكن الحر بتبيعه بكام؟ نص جنيه بصراحه. والله نص جنيه، انا مش عارف بالله بجيب بنص جنيه. يبقى اقل من ثمنها. انا بقول لك، انا يعني انت بتبيع الحاجه اقل من ثمنها؟ والله ببيعه بنص جنيه. انا مصدقك بتبيع اقل من ثمنها؟ اذا كانوا بيكلف 65 قرش هتبيعه ب 50؟ انا شغال في، انا شغال في المكان. وفد انا عارف ان الرغيف بدقيقه بالخميره بالعامل اللي بيشتغل بشويه الكهرباء ولا الغاز يعني والايجار والكلام ده كله بيكلف 65 قرش. فلو انت بتبيعه ب 65 قرش حوالي ايه؟ ماشي بثمن. لو بتبيعه ب 80 قرش حوالي بتكسب 15 قرش. ليه بقى؟ بتعمل كام الف رغيف في اليوم؟ على حسب المكنه اللي انا شغال عليها. كام؟ ماشي مثلا 15000 10000. اسمك ايه؟ اسمي محمد. يا محمد، فبتبيع ب 50 وبتبيع بشيل. طيب سبب الغلاء للعيش الحر في بيت الاسواق دي ليه؟ حضرتك بسبب الارتفاع في العلامي كله عموما. انت مالك بالعلامي؟ هو انت دي احنا زودناه عليكم يا اولاد؟ لا مش حضرتك تجيب لي استوريد؟ استنى بس، احنا بنتكلم في العيش دلوقتي. احنا مش بندي الدقيق من وزاره التموين بالحصص، سواء كانت للخبز المدعم او الخبز غير مدعم، ولا انا مش عارف. ايوه صح. يبقى انا احنا بناخد الدقيق بثمن احنا عارفينه. تمام مدعم. انا مش بتكلم في كده، بتكلم الدقيق الحر اللي بديهولك ده بديهولك بثمن عشان تفضل تحافظ على سعر الرغيف الحر. اسمع، أكبر دورة ربح هي الدورة اليومية. الدورة الإيه؟ يومية. أنا كل يوم بعمل رغيف بكسب. لو بكسب في الرغيف قرش بكسب. لا يبقى أنا النهاردة الرغيف اللي عملته النهاردة خدت قرش، واللي عملته بكرة خدت قرش. في ناس تانية بيحط بضاعة تقعد بالأسبوع وتقعد بالشهر، ما تتباعش كل شهر، إنما الخبز الناس كلها بتاخده. فلو أنا النهاردة عندي مخبز بيطلع 10000، وانا بقولها ليه مش ليك انت يا محمد، انا بقولها عشان تسمعها المصريين. لو انا النهارده بعمل 10000 رغيف في المخبز وبكسب في الرغيف ريال، كم يبقى هكسب قد ايه؟ يبقى 4000 جنيه. ال 4000 جنيه دول مش بعملهم في الاسبوع، انا بعملهم في اليوم. ومحسوب فيهم ايه؟ محسوب كل اللي فيهم دوره التشغيل، مرتبات الناس، الغاز، اي حاجه متسعره على ان الرغيف اقصى حاجه ليه زي ما احنا بنكلفه 65 قرش. لو انت بعته ب 85 يبقى خدت 20، يعني عملت 4000 جنيه في اليوم ب 10000، يبقى في الشهر هعمل كام؟ هعمل 120000. 120000 لمخبز بيعمل 10000، ده قليل؟ انت فهمت الكلام يا محمد اقصد ايه؟ هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم عليها، ان احنا لا اذا مش بقى بتكلم في رحمه ومش رحمه، أنا بتكلم في اقتصاد. أي واحد عنده محل أو عنده مصنع عايز يكسب منه، وأنا معاه وعايزه يكسب ويعيش. ربنا يخليك يا رب. أنا بتكلم بجد. إنما بإيه؟ بالعقل. أنا شاكر أفضلك يا سيادة الرئيس إن أنا قابلتك. أنا بقالي 17 سنة في الكويت. ماشي؟ بس دلوقتي اتفتح لي شغل في بلدي، أنا شغال هنا في بلدي دلوقتي. سبت الغربة، ما كنتش عارف لا رب عيل ولا رب ده. بس دلوقتي انا بشكر حضرتك انك انت فتحت لنا مجال في الشغل. طب انت شغال ايه؟ انا شغال ماسك الفرش مع بتوع الفرش.
فرش العماير. انتوا من دمياط؟ لا انا من جينا من الاقصر. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ناس طيبين والله. شغال كويس؟ الحمد لله والله تمام يا ريس. الحاجه متينه؟ لا تمام والله يا ريس. رمسد؟ والله تمام. انت بتعمل بتفرش بالالف و انا من ضمن المتضررين في 4.5 وجيت جيت في اهلينا. فيعني عشان كده بنراعي ربنا في الفرش وفي الكلام من ده عشان خاطر برضو احنا متضررين قبل كده. صحيح. فالحمد لله رئيس احنا شاكرين افضالك انك انت جبت لنا من الغربة اللي احنا كنا متغربين فيها وعيالنا بقينا وسطهم دلوقتي. ربنا يكرمك. كان نفسي اقابلك. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ ازيك. هنا؟ مبروك. الله يبارك فيك. ادي الحاجة الحلوة للولد. ازاي حضرتك؟ ازاي؟ ربنا بيحبني. انا سعيد ان انا بشوفك بجد. انتوا هنا مبسوطين؟ بجد انا سعيده قوي. كتر خير كتر خير. مبسوطين بجد صحيح. انت ربنا يخليك لينا يا رب. صحيح والله كل حاجه كويسه. والاسعار قولي. اسعار ايه؟ الحلويات؟ لا الحلويات بتاعت العيال بقى بنتكلم في الاكل والشرب يعني. انا مش مصدقه. لا طب قولي بس الاول حاجه. كل حاجه هنا جميله. والفرش وكل حاجه جميله. تسلم ايديك بجد. طيب. ويخليك لينا يا ريس. اهلا وسهلا. انت بنتها؟ دي بنتي رحيل ومعايا روضه 5 سنين. ما شاء الله. ودي اختي. ربنا يخليك لينا يا رب. يخليك يا بابا. بجد انا مش مصدقه اني قابلت حضرتك. انا كنت حاسه بس. قولي لي الاسعار بتاع الاكل والشرب ايه؟ الاسعار لسه ما اشتريتش حاجه. انا بشتري من المنطقه اللي انت حضرتك شلنا منها. يعني أرخص. مصر القديمه. ارخص؟ انا بتكلم على يعني الشهر ده. زي الفل يا رب. يعني لا ما تقوليش كده. ما انا ما انا عايز اسمع. انا حضرتك والله ما اشتريتش عشان ما اكذبش على حضرتك. بقالك شهر ما اشتريت. والله ما اشتريت. طيب والطاقه التموين ماشيه؟ ماشي. بتاخدوا حاجتكم؟ كل حاجه. والعيش؟ والعيش صحيح كل حاجه والله. والعيش بيشيلي. طيب. انا زي ما عايزه اقول لحضرتك حاجه. قول يا بابا. انا اختي معانا جنبين بس ما سلموش ومعاها 5 عيال. هذا فين؟ في الجياره مجرى العيون. يعني اللي هي الحته بتاعت سكر والليمون ولا حاجه تانية؟ لا عند سور مجرى العيون دخلت الجياره. اللي حضرتك قبل كده كنت مصور. كل اللي موجود هنا. ايوه هم. الكلام اللي احنا بنقوله احنا بنراجع كل حاجه. بجد يعني بجد البلد انت حضرتك يعني بجد بقت حاجه تاني. شوفي انا عايز اقول لك انتوا كلكم اهلي. يا حبيبنا. وانتوا حبايبنا. احنا ولادك. أولاد. وانت ابونا. وانا يسعدني ويشرفني. ويبارك لنا فيك ويخليك لينا يا رب. وعايز اعمل كل شيء طيب لكم. مش عملنا لكم في نادي هنا؟ ايوه في كل حاجه. في مدرسه هنا؟ في كل حاجه. وفي مسجد هنا؟ ايوه في كل حاجه. وفي كنيسه هنا؟ ايوه في كل حاجه. كل حاجه لكل الناس. صح. احنا كلنا واحد يا رب. واحد. الرب هو اللي خالق الكون كله. ونعم بالله. وهو اللي موزع كله. طيب ايه تاني؟ مش يخليك لينا يا رب. طب انت جوزك بيشتغل ايه؟ جوزي مبيض جبس شغال في العاصمه الاداريه تبع الشغل اللي هو باليوميه ده يا ريس. سلمي على والدك ويبارك لينا فيك ربنا. شكرا يا ريس. شكرا. كل سنه وانت طيبه. طيب عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. ولادك؟ ايوه ولادي. تعالي يا تعوه. تعالي سلمي على ريس. ازيك يا جميله؟ ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. تقوى بس؟ عندي تقوى ومحمد. بس محمد في البيت وانا معايا عياله. وماله هاتيهم. ربنا يخليك. طمنينا عليك. الحمد لله. صحيح؟ الحمد لله. قولي الاسعار اخبارها ايه؟ والله غلا. طب احنا قاعدين يعتبر عيلتين في شقه واحده، اوضتين وصاله، يعتبر اوضه. ليه؟ ما قاعده مع حماتي. ما جوزي قاعد يعني شغال يوم ويوم لا يعني مش بس يعني الحمد لله. بيشتغل ايه؟ بيشتغل مع كبابجي. يعني في محل؟ محل كبابجي زي صبي كده. كل حاجه. كل حاجه. في دو فين ولد اختك كتير؟ تعالي ياسمين. ازاي؟ ولادك؟ بنات. ما شاء الله. 3 بنات. ما شاء الله. طمنيني على الدنيا عامله ايه؟ ايه؟ الدنيا عامله ايه الاسعار؟ غالى شويه. حتى بعد الاجراءات اللي احنا يعني إيه؟ يعني المنافذ اللي فتحت ديت. لا هي يعني المنافس كويسه طبعا. طب انتوا بتروحوا المنافس دي؟ لا بصراحه ليه؟ ما عشان الفنانه مش قدامنا وكده فمش موجوده في كل مكان. احنا دلوقتي المنافس ديت وبالمناسبه كل الهايبرات الكبيره احنا عاملين فيها نفس الكلام.
يعني الموضوع مش على قد المنفذ حضرتك بس المشكله الغلا وفي نفس الوقت المدارس والدروس وكل ده طبعا ما بيتخلي يعني احنا الوقت هي قاعده معاكم؟ لا هي مش قاعده معايا قاعده جنبي في يعني بعديه كده بعديه في شارع ربنا يخليكم لبعض ربنا يخليكم ربنا يخليكم يا ريس بناتك في سنه كام؟ اولى ثالثه اعدادي واولى اعدادي وخمسه ابتدائي اسمك ايه؟ أنا؟ لا اللي خايفه دي انا؟ ايوه ماي شيلي يا ماي البتاع خايفه ليه يا حلو؟ لا مش خايفه صحيح طب مشيت ليه؟ أنا عايز أكلمك. طيب عاملة إيه في التعليم؟ الحمد لله. كويسة؟ بتذاكري كويس؟ ها أنت في سنة كام؟ أنا؟ خمسة. سنة خمسة لسه شوية. لسه شوية. أنا مريم في سنة أولى إعدادي. أولى إعدادي وبتذاكري كويس؟ ماما مخليها بالها منك؟ في المذاكرة؟ شوفوا أغلى حاجة أغلى حاجة تقدميها للولاد تعليم كويس. ايوه طبعا هو الواحد ما بيهتمش بالتعليم اكيد تعليم أيوة طبعاً. والواحد يتكلم كويس هي اكتر واحد الواحد بيعملها معاهم التعليم من اي حاجه ثانيه عامه يعني ربنا يخليك ربنا يخليك يا رب كل سنه وانتم طيبين وانت طيب يا رب كل سنه وانتم طيبين صحتك كل سنه وانتم طيب فين الست اللي معاك حبيبي ازيك يا امي حبيبي ربنا يكبر خاطرك ربنا يخليك ويخليك وينصرك عندي مشكله طيب عيني اه تسلم عيني الوقت بيتي انا قاعده يجي لي 25 سنه ايوه والبيت كان واخد قرار ازاله ورا الامام اللي لما جه من المتحف بيوسع يعني بينظف صاحب البيت اللي خد بديل في مدينه السلام عايز يطلعني انا وعيالي وانا بخدم في المدينه دي 20 سنه حاضر دول فريد محمد ولا ابدا ولا تقلقي ولا تخافي عامل لي طرد يا بيه ودبل الحكومه عيني حاضر يا رب يخليك يا بيه يعليك كل سنه ينصرك على من يعديك اللهم اللهم بلغك رمضان امين يا رب اللهم بلغك رمضان يا رب عشان خاطر حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم طيب اكتب اسمي تبعك كل حاجه هتتعمل لنا فريد محمد عالي يا حبيبي 16 شارع الغفار بالامام الليث عشان الحكومه جتني وخلوا يكسروا الباب عليا معايا بنات في المدارس على عينينا يا حاجه عشان خاطر ربنا لا اله الا الله انا قلت لك مش عارفه اقول لك ايه سياده الريس ولا تقولي حاجه نزلت من السماء وانت استلقيت بس مش هقول لك زاد عن كده بس وانت ربنا معاك بقى كل سنه وانت طيب ربنا معاك وانت طيب معايا ست عيال وبربي فايتاء ربنا يخليك اروح فين؟ اروح فين يا حضره الريس؟ على رقبتي لا يا بيه تسلم رقبتك والله على رقبتك تسلم وتخليك يا رب يخليك. مش هقول لك زاد عن كده يا حضره الريس هاخده منك وتحيا مصر بيكوا بدعواتكم الطيبه يا رب يا طيب. مش هقول لك حاجه تاني خليك ولادك هتسترني ربنا هيسترك اللهم امين بس طيب. ادي اللي هقولها لك يا حضره طيب. الريس عايز حاجه يا امي ربنا يخليك يا ابني ربنا يسترك على المعادين امين يا رب خدوا من جنوبنا معودنا يا رب تكشف المرض وعلم ربك طوله كمان ربنا يخليك السلام عليكم السلام ازيك يا استاذ الريس عامل ايه زيك كل سنه وحضرتك طيب طيبين انت حضرتك طيبين حاجتكم كلها موجوده لا موجوده الحمد لله والاسعار كويسه صحيح والله الحمد لله السكر سعره كويس والزيت وكل حاجه والرز والرز وكل حاجه وكل الاصناف كل الاسعار كلها كويسه معك. صحيح الحمد لله لا قولي لي عشان لو في حاجه نعملها لا لا الحمد لله الاسعار كويسه ربنا يخليك لنا يا ريس يخليك خليك يا حبيبي يا رب لا تحفه اسعارها حلوه وكويس وفي معنى كويسين وبيعملوها زي اي حد كويس وحضرتك انا من كنت عاوز اقابلك ان انا اروح كل المستشفى اعمل اشاعه البتاع ده ما حدش يعملها لي عيني تسلم عيني والف لا باس عليك وانا اصلا كنت مغرض دي انا كنت بصحي واسلمت وماليش حد احنا يعني بنعمل للمصري انت بتعمل تخدم الناس كلها على عيني حبيبي وانا في ظهرك كتر خير مش عايز حاجه تاني ربنا يبارك لك صحيح صحه والطريق صحيح ويخليك ويخليك انت عايز علاج ما كتاب الصوجي حاضر حاضر علاج يعني قولي لي على حاجه لكن كل هنعمل كشف كامل ونشوفي حاضر على عيني ما تعيطيش اوعي تعيطي لا مش بقى يعني ونحن موجودين ليه محدش عايز ويعيننا ربنا تعالي اللي بتتحكي اهلا وسهلا الله يسلمك انا صغيره بخير حضرتك ربنا يكبر خاطرك ربنا يكبر خاطرك ربنا يكبر عامله ايه جميله والله بامانه الله جميله كفايه ان حضرتك موجود والله لا. ربنا يعينك علينا يا رب يا ربنا يديم يديمكم عليا ويعيننا على كل خير لكن انا بسالك صحيح
جميله والله. الاسعار زي الاسعار جميله. لا حلو. طب اي حاجه ثانيه رخيصه عن بره؟ خضار والحاجات هنا العيال رخيصه عن بره. تسلم حضرتك، ان الله يبارك فيك. طيب هل في حاجه ناقصه؟ لا لا يا فندم. طب اقول لك حاجه ثانيه، في ملحوظه تقولها لي نعملها؟ لا لا تمام، كل الاسعار نازله وكله بيشتري بنفس الاسعار. صحيح النازله عليا انا ببيع بنفس الاسعار اللي نازله. بتنزل خضار؟ بنزل الخضار وبنزل السمنه والزيت والمكرونات كلها، الرز والرز والسكر والشاي والكلام ده كله. طب اي ملحوظه؟ لا تمام. اسمك ايه؟ ربنا يخليك. اسمي عبد الحي يا فندم. يا عبد الحي، انت بتاجره منهم ولا ايه؟ لا لا، هو تبع الاسم. تبع الاسم. الاسم هو اللي منزلنا واقفين فيه. طب ده طب يعني ده تطوع؟ اه يا فندم. اه انا معايا لصنص حقوق اصلا. انا عارف، بس انا بفهم الناس وبسمعهم ان في ناس في مصر جدعان. ربنا يخليك يا فندم. في ناس ايه؟ في مصر جدعان اكيد يا فندم. رجاله جدعان، شباب جدعان. ربنا يكرمك. اللهم امين. مش عايز حاجه؟ ربنا يخليك يا فندم. صحيح. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. خلوهم. ربنا يبارك يا رب. انت بتشتغل ايه؟ انا استرجي. استرجي؟ استرجي موبيليا ولا استرجي؟ موبيليا. موبيليا. بتعمل كام في اليوم؟ والله على حسب ما ربنا سبحانه عايز يسعدك. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. انا ربنا يخليك. ربنا يديك. احنا نفسنا في شهر. نفسنا في شهر لان احنا قاعدين ايجار جديد ومتبهدلين. الحمد لله على كل حال والله. ليه ما بتكلموش في الاسكان الاجتماعي؟ ما احنا مش عارفين نعمل ايه. ازاي؟ احنا عاملين تسهيلات كتير لكل الناس. حتى اللي الظروف عمله زي اسمك ايه؟ محمد. زي محمد لسه متجوز على فكره بنت قريب. متجوز بنت؟ ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك يا رب. يديك الصحه يا رب. الحمد لله والله ربنا سترها والله. هنا في نعمه. ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويديك الصحه ويا رب استرها معاك يا رب وافرق من الحلال يا رب. ربنا يبارك فيك يا باشا. محور الدكتور صلاح الشاذلي ده يا فندم عباره عن 2 كوبري، كوبري بيربط شارع عين الحياه وحتى الطريق الدايري بطول 4 كيلو 8 من 10 وعرض 3 حاره مروريه لكل اتجاه، ده خلق يا فندم محور مروري جديد موازي لمحور الاتصالات لنقل الحركه من مدينه مصر القديمه وميدان السيده عائشه وميدان السيده نفيسه وميدان مجرى العيون مع الطريق ارتباط ارتقائه بصلاح سالم الى الطريق الدايري، بالاضافه يا فندم للكوبري الثاني من شارع الفسطاط وحتى محور الاتصالات بطول 4 كيلو 8 من 10 وعرض 3 حارة مرورية لكل اتجاه، وده يا فندم خلق محور جديد موازي للدايري في المسافة من كورنيش النيل وحتى محور الاتصالات ونقل منطقة غرب القاهرة بشرق القاهرة. توجيهات سيادتك بتطوير طريق صلاح سالم في المسافة من حديقة الفسطاط مرورا بشارع عين الحياة ثم شارع الخلاء ثم كوبري الإباجية ثم نفق باب الوزير ثم نفق الأزهر ثم تلاقيها عند محور جيهان السادات. محور رئاسي الرزق يا فندم بطول 6 كيلو 400 في المسافه من تلاقيه مع محور حسب الله الكفراوي من تحت نفق الاسمرات حتى تلاقيه مع صلاح سالم. والمنطقه دي يا فندم كنت سيادتك وجهت ان احنا ندرسها ونرفعها لربط محور رئاسي الرزق بمحور صلاح سالم، دي جاري الدراسه الرابعه، وبالفعل يا فندم بدانا الشغل فيه. انا عايز اقول لك على حاجه، النقطه دي لو انتوا حليتوها تمام فندم انتوا هتحلوا حاجه كبيره قوي في المنطقه دي. ان شاء الله باذن الله يا فندم. النقطه اللي هي نقطه الاتفاق صلاح سالم مع محور رئاسي الرزق ده كنت هتقول له لا الحركه دي كلها لشرق القاهره. لشرق القاهره ان شاء الله. مدينه تونس للتجمع لاي حاجه. ان شاء الله كانت تتحل باذن الله. طيب ان شاء الله. ايه تاني؟ تطوير طريق صلاح سالم يا فندم، المحور ده يا فندم ولطبيعه القاهره الخاصه احنا هيتم تطويره عن طريق ان احنا هنطور الاتجاه اللي احنا واقفين عليه ده في المسافه من حديقه الفسطاط وحتى جنوب نادي الابطال باعتبار الاتجاه ده للقادم من منطقه الجيزه وحتى منطقه جيهان السادات، المسافه من تقاطع جنوب نادي الابطال وحتى كوبري الاباجيه هيكون الاتجاهين بالكامل جداد للحركه المروريه وذلك لتخفيف السيوله المروريه وتحويل الحركه في ميدان السيده عائشه وميدان السيده نفيسه، لان المنطقه دي يا فندم في وقت المناسبات الدينيه بتبقى زحمه جدا. ومن كوبري الاباجيه هي زحمه على طول. هي زحمه على طول. لو مشينا دلوقتي عندها زحمه. لا لا ان شاء الله يا فندم باذن الله بعد ما تعمل المحطه تبقى باذن الله. ان شاء الله. المشروع يا فندم اسكان بديل عشان هيبقى يا فندم. المشروع فندم بيتم ضمن مشروعات بتتبناها الدوله لخلق سكن كريم يليق بالمواطنين المصريين ونقلهم من المناطق غير مخططه والغير امنه الى سكن صحي يليق بهم كمواطنين مصريين. عندنا فندم في المنطقه الجنوبيه فندم بيتم تنفيذ 5 مشروعات فندم. عندنا فندم اول حاجه تطوير منطقه المدابغ بمساحه 87 فندم
المشروع الثاني يا فندم بيتم تطوير منطقه بطن البقره يا فندم، المنطقه الثالثه يا فندم منطقه عين الحياه وعين الصيره. عندنا يا فندم مشروع سيادتك تطوير منطقه عزبه ابو قرن، وده يا فندم تم نقل السكان ايضا الى مشروع معن. وهنا يا فندم هنتكلم مع سيادتك على مشروع اسكان بديل لشباب الخيله. تم يا فندم انشاء المشروع على مساحه 37.5 فدان يا فندم بنسبه بنائيه 36%. بيتم يا فندم تنفيذ المشروع بنسبه 100% جاري تسكين السكان يا فندم وعددهم 1660 اسره، وتم تاسيس العمارات بالكامل يا فندم ومرفقه بالكامل. اجمالي المشروع ده اللي انت عملته ده، وانا مش بقوله لك انا بقوله للمصريين، بقول ان احنا عشان نعمل الخمس مشروعات دول تقريبا 16000 شقه، مش كده؟ تمام. 16000 شقه، 16000 شقه ده كانت الناس عايشه في ظروف صعبه، ودلوقتي هم بنعيشهم في مكان افضل زي ما انتوا. انا بس عايز اقول ايه، احنا عايزين كمان الخدمات واحنا داخلين، يعني في محلات موجوده تمام، 26 محل. طيب انتوا المحلات دي اول نعرضها من دلوقتي، انا قلت الكلام ده وانا هناك، ونعملها احنا. ليه نعملها احنا؟ عشان تتعمل بشكل يليق باللي انتوا عاملينه، ما نسيبش كل واحد على قد الظروف. احنا يعني مش هنيجي بعد يعني 16000 واحده دول دي النهارده يكلفوا 8 مليار جنيه، مش كده؟ 8 مليار جنيه ده لو قلنا 500000، ده غير الارض وغير المرافق، وبالتالي ما نعملش ده كله والناس ما تشعرش بالخدمات اللي موجوده انها خدمات ايه؟ قديمه، خدمات ممتازه او على الاقل. حاجه ثانيه هقول لك عليها، انت عملت مبنى اسعاف ومبنى اطفاء، في واحده صحيه، لا انا هتكلم في المباني ديت، البريد والاطفاء والاسعاف. انا ما اقدرش اعمل مجمع الحاجات دي بدل ما اعمل مبنى ومبنى ومبنى واسيب الارض الفاضيه دي يا ملاعب يا نوادي، بدل ما اعمل مبنى للاسعاف ومبنى للاطفاء ومبنى للبريد. طب ما هو بقى يعني ما المنطقه دي كلها بالكامل اقدر اعمل لها الحاجات دي في مجمع واحد، مجمع خدمات، مجمع. فايه مطلوبكم نشوف ده وال... دلوقتي كل الاحياء بتاعتنا الكنيسه والجامع، مش كده يا فندم؟ ايوه. طيب حاجه تاني؟ احنا بس القناه اللي بنزلنا اللي هم 16000 وحده اللي تم نقلهم، ان هم بدا يتم نقلهم تباعا من اول منطقه اللي هي منطقه فكه البلاغه شقه السرود بين الليل، اللي هو الجزء اللي احنا تم نقله فعلا للاسمرات. وبعد كده جينا الجزء الثاني اللي هو بطن البقره ومنطقه السحيله ومنطقه كنجرات، دول برضه تم نقلهم جزء منهم الاسمرات وجزء منهم في المنطقه اللي في المنطقه الشرقيه. بعدين دخلنا على عزبه ابو قرن، كانت مناطق دي كانت مناطق مهدده للحياه، منعو تقريبا معدومه الخدمات. الحمد لله برب العالمين تم نقلهم لمدينه او كومباوند معن، ال 4000 وحده كلهم تم نقلهم لمعن، وفي حتى في متبقي لسه لينا بعض الوحدات. واحنا دلوقتي جاري تنفيذ اخلاء والجزء اللي هو خاص بالسكر والليمون والطياره وتسكين. تمام. فعلا زي ما وعدنا سيادتك المره اللي فاتت، احنا فعلا الحمد لله رب العالمين تم نقلهم لمنطقه الخياله. منطقه الخياله بتعتبر زي ما سيادتك شفت النهارده، يعني الحمد لله الناس كلها نفسيا مستريحه، وهي كمان فيها ميزه انها قريبه جدا من المنطقه اللي هم كانوا موجودين فيها. وان شاء الله باذن الله هنسرع الوتيره بتاعه الاخلاء والتسكين، وهنراعي الملاحظات اللي معاليك النهارده قلتها ان شاء الله. شكرا. باذن الله. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. زي ما تابعنا مع حضراتكم جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح، الجولة التفقدية بمنطقة القاهرة القديمة ومصر القديمة التاريخية، وكمان حواره مع عدد من أهالي المنطقة للاطمئنان على حالتهم المعيشية وتفقد بعض المشروعات. كمان في لفتة إنسانية رائعة امبارح، سيادة الرئيس توقف للحديث مع سيدة طلبت منه إنها تتعالج على الفور. سيادة الرئيس أمر بنقلها لتلقي الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. ربنا يبارك فيك. لا يا رب. النبي يا ابني بتوقف معايا. والله. والله العظيم تحت أمر. ربنا هنعمل لك كل اللي الله يخليك يا ابني. أبوس إيدك. من غير أنت تقولي. أبوس إيدك يا ابني. ده أقوى مبنى اللي شفتك. ربنا يبارك فيك. كن مخاطك يا ابني يا أم أكلة الحلال، ويستر عليك كل وحش يا ابني، ويزعزلك لحد أبدا، ولا يدخل في قلبك المرض يا ابني. أمين أمين. ويستر عليك يا حبيبي. ربنا يستر عليك وينصرك على من يهديك يا ابني. ما تشيليش الهم.
والنبي يا ابني اقسم بالله والنبي لو اقدر اعمل الحاجه دلوقتي لا اعملها دلوقتي وانا واقف كده تعبانه والله على عيني كل حاجه هتتعمل تعبانه يا ابني مش محتاجه تقولي لي انا شايف على عيني تعبانه يا ابني لا هنجي المستشفى كل حاجه ربنا يستر عليك وعليك وينجيك يا ابني ويخليك مش عايز يبعد عنك ولاد الحرام اللهم امين يبعد عنك ولاد الحرام والعصيين امين يا رب العالمين يسترك على مين يعاديك يا رب امين يا رب ولا يدخل في جسمك المرض ابدا جميعا ولا يذلك لحد ابدا امين يا رب يجعلك مستور يا امين يا رب يجعلك مستور كل خطوه يجي لك سلام يا حبيبي ربنا يستر عليك يا ابني الف سلامه يا رب شوفوا الحاجة دلوقتي تطلع دلوقتي لهنا تمام على عيني يا بوقف الاتوبيس عشان اركب هو زعق لواحد بقوله مش توقف الاتوبيس عشان اركب قال لي يا حاجة الحكومة جاية ورايا قلت له طيب يا ابني وقفت كده لقيت اللي بينزل عليه بيقول لي كلمي يا حاجة قلت له كلم مين يا ابني قال لي كلمي سيسي فروحت لصراحة انسان طيب طيب ربنا ينصره على مين يعديه وطيب جدا 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 في شر المرض هو اللي جابني هنا وهو اللي وسع عليا وهو اللي قال لهم اركبوها العربيه وودوها على طول اقل حاجه تعملها اعملوها لها ربنا يديله صحته يا ابني لسه مكملين مع حضراتكم في استعراض اهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح كمان الكليه الفنيه العسكريه وقعت بروتوكول تعاون مع جامعه طنطا في اطار حرص القياده العامه للقوات المسلحه على تبادل الخبرات العلميه والعمليه ودعم الانشطه البحثيه. هذا البروتوكول بيشمل التعاون في نقل وتسويق التكنولوجيات، ايضا تنفيذ المشروعات البحثيه ومشروعات التخرج للطلبه والدراسات العليا. كمان القوات البحرية نظمت ندوة توعوية بمرض القلب وده بالتعاون مع المؤسسة العلمية للقلب والشرايين. الهدف هو رفع مستوى الوعي لدى رجال القوات البحرية وتثقيفهم بطبيعة المرض وطرق التعايش معه. ويتم خلال الندوة مناقشة أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية والنصائح العلمية للوقاية منها.